الاقتصاد خطى نحو التعافي بقفزات غير ثابتة، خطوة للأمام وأخرى للوراء، هذا في 2021. لكن 2022 ابتداء من اليوم مجهول. درس العام الماضي يجب أن يحضر، لا يمكن أن ترسم الأمور بعيداً عن مربع الوباء وإن لانت القيود. الصورة لا تبعث على التشاؤم وإنما على الحذر، خاصة إذا ما نظرنا إلى المكاسب وتجاوز العالم انهيار 2020. استغرق أمريكا للتعافي عام واحد فقط، رفعت نتيجها الإجمالي من سالب 34% في النصف الأول من العام 2020 إلى مستوى ما قبل الجائحة بعدها بعام إلى 6.5%، واستمر النمو حتى الربع الثالث من العام الماضي بسبب عودة مظاهر الحياة الطبيعية وبزيادة الإنفاق الاستهلاكي. هنا تكمن الخشية. وول ستريت جورنال رسمت سيناريو انتكاسة بسبب تأثير أوميكرون بناء على ضعف الإقبال على الأسواق مقارنة بنوفمبر وإغلاق العديد من الشركات وأماكن الترفيه. ماذا عن أوروبا؟ هي تدخل أساساً العام الجديد بأزمة قديمة، الغاز تراجع مخزونه لديها بنسبة 28% مقارنة بمستوياته في هذا الوقت من العام الماضي، وهي بنفسها تتوقع خسائر ب 350 مليار دولار في 2022، هكذا رجحت اليونان. أما الصين لا تزال ارتدادات إيفرغراند عملاق العقارات تهددها. نشاط السوق العقاري انكمش بشكل مفاجئ وسط مخاوف بشأن شرعية مطورين عقاريين أصغر حجماً. سوق الخمسة تريليونات دولار يتأرجح. كل له أزمته، لكن بشكل عام هناك مشكلة واحدة مشتركة إلى جانب أوميكرون، التضخم. اعترف به الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أخيراً على أنه ليس عارضاً وسيرفع أسعار الفائدة قريباً لتقليص أثره، لكن جذور الأزمة لم تحل ولن تحل قريباً، ليس قبل 18 شهراً وحتى عامين بحسب خبراء شحن دوليين. الفوضى التي عمت سلاسل التوريد ونقص المنتجات الأساسية للتجارة الدولية، قاعدة العرض والطلب، تكلفة الشحن ارتفعت ب 800% نظراً للتزاحم على أرصفة النقل، وبالمناسبة تقترب من 1000% للشحن من شرق آسيا إلى الساحل الغربي لأمريكا الشمالية. عام التعافي هو بامتياز عام 2021. الخطر الآن في عام 2022 هي أنه هذا التعافي له أيضا جوانب سلبية. الجوانب السلبية تمثلت بارتفاع مستويات التضخم لاسيما في الدول المتقدمة، هذا سينعكس صعودا على نسب الفائدة في الدول المتقدمة وتحديدا في الولايات المتحدة الأمريكية، وجراء طبعا التعطل في سلاسل الإمدادات التي لا تزال تعاني من اختناقات وستعاني خلال العام المقبل. انعكاساته على الدول الناشئة وعلى دولنا هو استيراد هذا التضخم عبر ارتفاع الدولار الأمريكي وارتفاع خدمة الديون الخارجية لدولنا، فبالتالي صعوبات الجائحة ستبقى بالرغم من البراعم الخضراء التي لمسناها عام 2021.